مرحبا. التنين الأزرق أو بلو دراجون سلوغ كائن رخوي بحري غريب الشكل وله أسماء أخرى مثل بلو أنجل يعني الملاك الأزرق، وهو صغير الحجم فطوله ما بيتعدى 3 سنتيمترات، ولكن بالرغم من حجمه الصغير إلا أنه لسعته سامة ومؤلمة ومميتة أحياناً، حيث بيخزن السم بأطرافه ليسهل عليه استخدامه وقت الحاجة، وبيستخدم لسعته السامة لحماية نفسه وبيصطاد طعامه من الكائنات البحرية الأخرى يلي ممكن تكون أكبر منه بكتير. نرجع لأخبار طقسنا، فبعده غائم جزئيا بشكل عام، وعم تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة خاصة فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية. أما درجات الحرارة فعم تنخفض شوي لكن عم تبقى حول معدلاتها أو أدنى بشوي بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم تبقى شرقية لشمالية شرقية خفيفة لمعتدلة السرعة، عم توصل لعشرة كيلومتر بالساعة بالمناطق الداخلية، وبالمناطق الساحلية عم توصل لخمسة وعشرين كيلومتر بالساعة. أما بالنسبة للرطوبة فعم تتراوح بين 60 و 75%، والبحر عم يكون خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 20 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم يكون جونا ماطر ودرجات الحرارة عم توصل لل 15 درجة. أما كيف عم يكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالسويدة ماطر أيضا ودرجات الحرارة عم تتراوح بدرعا بين 7 و 17 درجة، وبالقنيطرة درجات الحرارة عم بتسجل دنيا 6 العليا 13 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحماة طقسنا عم يكون بشكل عام غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم توصل ل 16 بحمص، وبحماة درجات الحرارة عم تتراوح بين 7 و 17 درجة. على الساحل بطرطوس واللاذقية طقسنا عم بيكون غائم جزئيا مثل اغلب المناطق، ودرجات الحرارة عم تتراوح باللاذقية بين 11 و 23 درجة، وبلواء اسكندرون درجات الحرارة عم توصل لل 21. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا عم بيكون بشكل عام غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بحلب بين 5 و 16 درجة. ضل أخيرا ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. بمدينة الرقة جونا عم يكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 6 العليا 17 درجة، وبالحسكة درجات الحرارة أيضا عم توصل ل 17 وطقسنا مكفي غائم جزئيا. أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم توصل ل 18 درجة وطقس مكفي غائم جزئيا. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انتروني بكرة. باي.